مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. الأمر الذي يفجع جميع البشر وهو لجنة الخارجية بمجلس النواب تطالب بعرض المتهمين في قضية التبشير بالمسيحية على القضاء. طلبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعرض المتهمين في قضية التبشير بالمسيحية في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته وبدون علم ذويهم، وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، مؤكدا أن هذه الأفعال مرفوضا ويجب منع تكرارها. وأكدت اللجنة أن الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا، داعيا إلى تجديد القوانين ذات العلاقة. وأشادت اللجنة بالمجهودات التي تبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة، كما جددت شكرها أيضا لعناصر جهاز الأمن الداخلي لقيامهم بعملهم بشكل مهني وقانوني وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجههم. حقا إنها أمور غريبة وأمور عجيبة. هل يحق لمسيحي أن يقوم بالتبشير؟ هذا ما ترفضه ليبيا ويرفضه الداعشيين من أجل ثبات أصولهم وثبات عقائدهم المختلفة عن الإسلام الوسط. ونحن نعلم ونشكر الله على وطننا مصر العزيزة التي تجعل المواطنة وليس هناك أي تمييز بين قبطي أو مسلم. نحن تحت رئاسة وقيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وبصلوات غدا قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقوصية. أشكركم أحبائي وأعزائي، ولا تنسوا تعليقاتكم واشتراكاتكم ودعمكم للقناة قناة الملكة والأمير، مع كل شكري وحبي واعتزازي لجميع الذين المشتركين بالقناة. شكرا لكم، شكرا شكرا.